على عكس الضحك، قلت إنك لما سمعت أغنية مارسيل خليفة أحن إلى خبز أمي بكيت. أنا مش بكيت، أنا نهنهت. أنا قعدت أبكي على المسرح، كنت قاعد بيغني مارسيل خليفة وأنا في المقاعد الجمهور، وخرجت من المسرح وأنا ببكي بينما الأغنية مستمرة، لأنه الوقت ده الأغنية أولا مؤثرة جدا، محمود درويش شاعرنا العظيم طبعا، فضلا على انه الفتره دي كنت لسه والدتي متوفيه منذ اسابيع، وانا مريت بمرحله صعبه جدا يعني من الالم النفسي والاحباط والاكتئاب بعد وفاه امي بشكل قاسي. كنت متعلق بيها قوي؟ ولا زلت متعلق بيها حتى الان. لسه بتبكي عليها لحد دلوقتي؟ ولسه ببكي حتى الان على امي.